عمرك سألت نفسك مارادونا كان ممكن يوصل لإيه لو ما كانش اتجه للمخدرات؟ مارادونا نفسه ممكن يكون جاوب على ده لما قال: اديت ميزة كبيرة للمنافسين، انتوا عارفين كنت حوصل لإيه من غير الإدمان؟ مين فينا محبش مارادونا؟ ما تسلطنش بكل لمسة من رجليه تساوي تقلها ذهب. احنا سمينا كل حاجة حلوة في الكورة باسم مارادونا، هدف حلو يبقى مارادوني، ترقيصة حلوة تبقى مارادونية، لمسة تعجب الجمهور تبقى مارادونا، لعيب عجبنا يبقى مارادونا، كنا بنحتفل زيه ولبسنا تشيرته اللبني والأبيض ورقمه الأعظم رقم 10. 60 سنة عاشهم مارادونا، نصهم كان القمة والمجد وإمتاع الدنيا وتهديد عرش غريمه بيليه، لمسة الذهب لكأس العالم ودموع الوصافة سنة 90، ومجد لم يتكرر مع نابولي في 7 سنين، ونصهم التاني الانهيار، غياب عن الوعي وتهديد بالسجن وزيارات مستمرة على أبواب المستشفيات ومصحات العلاج. الفرق بين النصين، بين المجد والانهيار، كان قرار، قرار واحد عانى منه 30 سنة من عمره، إن مارادونا يكون مدمن للمخدرات. أصعب منافسة خاضها مارادونا في 60 سنة زي ما قال هي التوقف عن المخدرات، من لاعب بيتفرج حزينا على فوز منتخب بلاده بأول كأس العالم في تاريخها سنة 78 عشان مش في القايمة، للاعب ضمن تشكيلة رقيص التانجو في 82، للاعب عنده 26 سنة بيقود بلاده للفوز بكأس العالم اللي كان هو نجمها الأول، وصاحب واحد من أعظم الأهداف في تاريخ البطولة. وبعد 4 سنين بيكون الوصيف، وفي 94 يطرد من المونديال بعد اكتشاف تعاطيل المخدرات، القاتل الوحيد لكل حاجة حققها مارادونا. مارادونا تعاطى الكوكايين في نص الثمانينيات، ولمدة 20 سنة عانى إدمان المخدرات والكحول، وعانى معها الإيقافات والسجن والمرض. عقوبته الأولى كانت سنة 91، منعوا نابولي من اللعب 15 شهر بعد ثبوت تعاطيل الكوكايين، وفي نفس السنة اتقبض عليه في بيونس آيرس لحيازة 0.5 كيلو كوكايين، واتحكم عليه بالسجن 14 شهر مع إيقاف التنفيذ. سنة 95 كانت عودة جديدة لنادي القلب بوكا جونيورز، لكن بعد سنتين فقط سقط في اختبار المخدرات الكوكايين للمرة الثالثة، عشان تنتهي مسيرة واحد يمكن نختلف على انه الافضل تاريخيا او لا، لكن كلنا هنتفق على انه الاكثر اثارة للجدل. حكاية مارادونا مع المخدرات ما انتهتش. سنة 2000 اصيب بنوبة قلبية بسبب جرعة زايدة، ومرة تانية في 2004، وسنة 2007 اصيب بالتهاب الكبد بسبب الافراط في تناول الكحول، وبعد فترة من البعد عاد مرة تانية للادمان ودخل في ازمات صحية، حتى تاريخ مهاراته ما كانتش كفاية عشان يخرج منها. في النهاية رحل دياجو أرماندو مارادونا وترك لينا اختيارين: اختيار النجاح واختيار الفشل. التعب والاجتهاد بيوصل لإيه؟ والإدمان بيوصل لإيه؟ وفي النهاية هو اختيارك.